اهلا وسهلا بيكم، انا معتز زهاني ودي قناة كتب وسينما. حلقة النهاردة هتكون سؤال وجواب عن بعض الأسئلة كده اللي حضراتكم طرحتوها في الفترة الأخيرة. أول حاجة هنشوف بعض التعليقات اللي جت على الفيلم الأخير لنيكولاس كيج. طبعا فيلم مأساوي بكل تفاصيله، يعني هو واحد أولا طالع بدور بقى يعني صامت وكده، كل شوية بيشرب مشروب معين وبيضرب مجموعة من العرائس لشخصيات مشهورة أو مجموعة من الدمى، وأيا كان بقى محاولة حشو قصة عشان ليه الدمى دي بتعمل هذه التصرفات الوحشية وهذا الكلام، وعنصر بقى ان هو الفيلم يعني فيه دماء كتير وكده، لكن مفيش خالص يعني ولا تمثيل ولا قصة ولا اي حاجة في الفيلم. نيكولاس كيج هو في الفترة الاخيرة يعني بيعمل افلام سيئة جدا لا تليق بالتاريخ بتاعه، يعني عارف عامل زي ما عادش بيقرا ورق. يعني في جملة كده في الافلام المصرية كوميدية جدا، تلاقي ممثلة قاعدة ويقول لها الدور الاخير اللي جالك ده يعني حضرتك بقى يا فنانة، يعني دور عظيم جدا، وطبعا فيلم بيكون فاشل بكل المقاييس، فيلم مصري فاشل تماما، يقولها الدور ده كان عظيم جدا ازاي عملت كده، تقول له قعدت بقى وكنت مش لاقيه الورق المناسب، يعني السيناريو بقى والفيلم وكده، واما لقيته فعملت الفيلم ده. وهنا تسأل نفسك بقى هو ده الفيلم المناسب يا فنانة؟ يعني امال بقى الافلام التانية كانت ايه؟ يعني الفيلم اللي انت فيه ده بكل هذا الفشل والاسفاف وانت كده نقيت الورق، امال لو بقى يعني ما كنتش بتنقي كنت بتعمل ايه؟ ده بالظبط المرحلة اللي فيها نيكولاس كيج دلوقتي، هو ما فيش بقى ورق والكلام ده، اي فيلم على طول هوب يلا نعمل فيلم في 5 دقايق ان شاء الله يكون بتكلفه 5 جنيه، مفيش خالص يعني. وهي القصه بتاعته ان هو كان طبعا كان معاه في فتره بقى اما كان بيترشح للجوائز الكبيره وبيعمل افلام مهمه زمان، فكان عنده ثروه كبيره وقال بقى ان هو يعني ضيعها في سوق العقارات، وكان بيشتري حاجات كتير ملهاش لازمه، منها مش عارف حاجه كده جمجمه ديناصور واشياء غريبه جدا صرف فيها الفلوس، فاصبح بقى عنده المشاكل الماديه اللي هو واقع فيها دي. فخلاص بقى يعني هو نفسه في احد الحوارات كده بيقول يعني هو عارف ان الافلام مش بالجودة الكافية وكده، وان من العناصر اللي مساعدة في كده موضوع المال، يعني هو عايز يقول ان مش كل حاجة الموضوع الفلوس، ولكن هو عنصر مهم في موضوع ان هو زي ما تقول بقى بيكروت او بيختار اي حاجة. فهو بقى عامل زي الايه الفنانات دي اللي يقولك انا مستني الورق ومفيش ورق ولا حاجة، خلاص اي حاجة بتيجي اي ورق قدامه يقولك هو ده يلا نصور على طول. يعني حتى عمل معه ممثل مصري كده درجة 10 برضو، كان عامل معاه احد الافلام من فترة. لكن هذا الفيلم الاخير ليه يعني بصراحة فيلم كارثي بكل المقاييس، يعني هو الفترة الاخيرة افلام كلها كارثية ولكن يمكن يطلع فيهم في النص كده فيلم فيلمين حلوين ويرجع تاني للوضع المأساوي بتاعه، ولكن الفيلم الاخير ده مش ممكن يكون ده فيلم. هنا تعليق تاني من الاستاذ يحيى بيقول مبروك على السيت اب وان هو عاجبه موضوع الحلقات المجمعه للافلام، وفي تعليق تاني بيقول لا يعني الافضل تعمل حلقه لكل فيلم. وطبعا انا ما لغيتش الموضوع ده، يعني ما لغيتش ان انا بعمل مراجعه مستقله كده حلقه لفيلم لوحده، يعني هي مش خلاص لغيتها، لا هي موجوده حتى لسه عامل شرح فيلم كذا وفيلم كمان ذا ليتل سينجز ويعني عدد من الافلام، ولكن لما بجمع افلام مع بعض كده بيكون يعني ايه زي ما تقول مش عايز اتكلم عن النهاية بتاعتهم، او فيلم مش لا يستدعي شرح معين او مفهوش حاجة يعني ممكن اتكلم عنها في النهاية، فبراجعه مراجعة سريعة بدون حرق. بينما لو فيلم بقى فيه تفاصيل كتير وكذا وبتاع ولازم يتعمل له حلقة لوحده، اكيد هعمل له حلقة لوحده عادي مراجعة او شرح للفيلم، ولكن لما بيكون فيه تجميع افلام كده شفتها مرة واحدة ومش محتاج اتكلم كتير عن النهايه فبقدمها كلها مره واحده. هنا بيقول يا ريت قوائم افلام يابانيه، لسه هعمل برضو في قائمه تانية ان شاء الله قريب وكده، كنت طبعا عملت حلقه قبل كده، دي مش كل الافلام طبعا، الافلام اليابانيه لسه فيها عظمه كتير، يعني دي مجموعه كده بس من الافلام ولسه في افلام تانية هنتكلم عنها. وهنا استاذ زياد بيسال هو الكتب دي جبتها منين؟ كان الحلقه اللي فيها مجموعه كتب كده وروايات. كتاب ايكي جاي ده مثلا كنت جايبه من جوجل بلاي بوكس، يعني اشتريته من جوجل بلاي بشكل يعني كتاب الكتروني وقريته على الموبايل وكده، يعني بعض الكتب بجيبها لو ما لقيتهاش بي دي اف بشتريها من جوجل بلاي بوكس، او كتب تانية الروايات مثلا ساعات بجيبها بشكل ورقي، يعني مش ثابت على حاجة معينة وماشي عليها يعني حسب ما بلاقي الكتاب. بعض الكتب بلاقي بي دي اف بشكل كويس ويعني طبعة كويسة وبتاع، ساعات بنزلها على وراها على التابلت،
بعض الكتب بضطر اشتريها من جوجل بلاي، بعض الكتب بضطر اجيبها بشكل ورقي. هنا في تعليق بتقول هي استمتعت باداء دينزل واشنطن ويعني الباقي الاداء ما كانش. هو الفيلم عموما عليه يعني اختلاف ذا ليتل سينجز، ويعني عليه اختلاف في ناس شافته حلو وناس قالت لا ده فيلم مش بمستوى دينزل واشنطن، التمثيل كان عليه علامة استفهام، يعني رامي مالك مش هو ده الأداء بتاعه. بقى يعني هو الفيلم من الأفلام اللي ناس اختلفت عليها بشكل كبير، حتى مين القاتل، وهل موضوع الإيجاد القاتل أصلا هل هو ده غرض الكاتب ولا لأ، يعني في تفاصيل كتير في الفيلم واختلافات في الآراء. هنا أستاذ عمر كان طلب قبل كده حلقة عن فيلم يعني أفلام فيها بلوت تويست كده، ومجموعة من الأفلام حتى لو غير مشهورة من النوعية دي. هحاول إن شاء الله أعمل حلقة عن هذا الموضوع. وأنا شفت تعليق حضرتك قبل كده، وساعات بيجي لي طلبات كتير بتكون يعني عن افلام كتير، سواء بقى قوائم افلام او حاجات زي كده، انا بكون مسجله عندي، بس والله المشكله في ايه؟ النفس. يعني ساعات ما بقاش عندي نفس اعمل حلقه، ساعات ما بيبقى طلبات كتير جدا عن افلام لدرجه ان مثلا ايه باجل او ما باخدش بالي ساعات من بعض التعليقات، يعني ساعات بيبقى في لخبطه شويه. يعني عندي قائمه بكل الحاجات اللي هي المطلوبه وكده، ولكن ساعات يعني ايه ببقى عايز اخد بريك كده من اليوتيوب او اريح كام يوم او هذا الكلام، فما بكونش يعني ايه مستعد بالحلقه فباجلها لبعدين، فساعات بقى بتخش في وسط دوامه افلام جديده نزلت او كده، فده اللي بيخلي الحاجات تتاخر. ابقى مثلا عايز اعمل قائمه معينه او حلقه عن فيلم قديم، وفجأة ينزل فيلم جديد ويعني شكله كويس وفي مثلا موضوع شرح او حاجة زي كده، فاخش في تفاصيل هذا الفيلم واسيب واجل الحلقات التانية. فده السر ان انا ايه في حلقات كتير بتكون متأجلة. في برضو كان تعليق بيجي لي حد طالب برضو Lord of the Rings، بس طبعا دي عايزة تجهيز ضخم جدا، فدي بقى عايزة روح كبيرة قوي ان انت تقعد بقى تجهز عن كل سلسلة Lord of the Rings. انت عايز بقى فعلا 5 حلقات كاملة، يعني اصلا هي فيها تفاصيل كتير جدا، دي افلام ما ينفعش ايه تتعمل مثلا في حلقة في حلقتين، يعني الموضوع كبير جدا وعايز تفاصيل كتير، فدي يعني هتاخد وقت كبير، فيعني ممكن مش دلوقتي، ولكن انا كاتبها برضو عندي. ولكن الحلقات الجاية يكون زي ما قلنا ان في حلقة عن الوثائقيات بخلص فيها كده يعني الفترة دي، وحلقة عن برضو مجموعة تانية من الافلام اليابانية، وهشوف برضه لو عرفت اضيف قريب برضه حلقه عن الافلام الكوري. يعني دي الحاجات اللي انا ايه بجهز فيها، وفي النص كده بعض الافلام الجديده او حلقات من اللي هي تقييم يعني مجموعه من الافلام، وحلقه برضه قريبه يعني هجهز فيها ان شاء الله عن مجموعه من الروايات. ونرجع تاني نتكلم عن نيكولاس كيج والافلام المأساويه اللي هو بيعملها دي. يعني هو مش ذنبنا بقى احنا كمشاهدين ان كل ممثل هيقول لك انا عندي يعني مديون بفلوس وعندي مشكلة مالية، يطلع بقى يزهقنا بأفلامه الغريبة اللي هو بيعملها دي. ودي كانت حلقة سريعة كده ردا على بعض التعليقات اللي جات لي الفترة الأخيرة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات القادمة، ومع السلامة.